وأما الذين صدوا عن سبيل الله فإن الله نصر أهل الحق عليهم، فانتشرت الدعوة وانتشر حكم آل سعود فيما حولهم من البلاد، بدل أن كان أميراً ابن سعود بدل أن كان أميراً على قرية واحدة صار أميراً لجميع بلاد نجد، بل إنه امتد الحكم حكم آل سعود وحكم الشريعة والتوحيد امتد إلى الحجاز وإلى اليمن وإلى بلاد الشام، واستغرق أغلب جزيرة العرب في أدوار آل سعود من أمراء آل سعود، امتد سلطانهم على أغلب جزيرة العرب، وانتشر التوحيد وظهرت العقيدة وانتفع الناس بالنور وزالت عنهم العقائد الباطلة، وأراحهم الله من الطواغيت الذين يتصدرون عليهم ويأكلون أموالهم باسم العلم أو باسم الرئاسة، الذين يسيطرون على الناس بالخرافة ويأكلون أموال الناس بالباطل ويترأسون عليهم بالإثم والعدوان، زال هذا كله ولله الحمد من آثار هذه الدعوة المباركة.